نتابع هلأ بعد إضافة المستودعات نبلش بإضافة المجموعات والمواد. كيف فيني أضيف مجموعات ومواد؟ أروح على مستودعات دليل المواد، لازم هون أضيف 3 مستويات من المجموعات أول شي لحتى أقدر أضيف المادة. كيف يعني؟ هلأ مثلا هاي شجرة المواد، أنطر بالزر اليمين أختار إضافة، أبلش بإضافة المجموعة الأولى، المستوى مثلا دليل المواد. جوا دليل المواد أبلش أو مثلا زيوت، ضمن الزيوت بدي أصنف هلا زيوت 4 لتر، كمان ضمن الزيوت على الزيوت كمان أنقر بزر يمين إضافة زيوت 8 لتر، كمان على الزيوت إضافة مثلا زيوت 16 لتر إضافة. إذا لاحظ أنه المستوى الثالث ضمنه بإمكاننا نضيف المواد. هلا أنقر مثلا على زيوت 4 لتر لحتى أضيف نوع ماركة من ماركات الزيوت، أنقر بزر اليمين على زيوت 4 لتر وأختار إضافة، تنفتح لي بطاقة المادة، اسم المادة زيت 4 لتر فرزات. تمام. شو الواحدات؟ أنه أقصد بالواحدات أنه طريقة البيع أو الشراء للمادة، يعني إحنا نعرف أنه الزيت 4 لتر هو عبارة عن الطرد الواحد في 4 قطع. تمام. إذا أنا حسب مجال عملي أقوم بتحديد الواحدات، في حال أنا مستودع ما أتعامل مع الواحدات الصغيرة، مثلا ما أتعامل ببيع القطعة، أقوم بإضافة فقط طرد وخلاص الموضوع. أما في حال أتعامل مع بيع القطع الصغيرة بدي أجي أقسم الواحدات، ولنفترض علبة، الواحدة الأولى هي الصغيرة، بعدين الأكبر، ولنفترض طرد، الطرد في كم علبة؟ في 4 علب، فمجرد ما أجي على عامل التحويل أعطيه 4، فأنا كأنه عم أقول له كل طرد يحوي 4 علب، كل طرد يحوي 4 علب. أما بالنسبة لكلمة الافتراضي هي لحتى تاخذ بشكل تلقائي ضمن الفاتورة أي الواحدة اللي تتعامل معها ضمن الفاتورة، مع إمكانية تغييرها ضمن الفاتورة إن كانت علبة أو طرد. أنا راح أختار الواحدة الأكبر. كمان عندي في حال عندي باركود للمادة، نشوف باركود الواحدة الأولى أي أنه باركود العلبة، باركود الواحدة الثانية أي أنه باركود الطرد، في حال وجود واحدة ثالثة لها باركود نضيفه كمان بالباركود الواحدة الثالثة. فقط ننوه أنه كل طرد يحوي 4 علب من الزيت. هيك نقوم بتقسيم الواحدات. ننتقل للأسعار. يكفي بمجرد ما أعطي السعر ضمن الواحدة الأولى، ونفترض أنه العلبة، أو أقصد سعر الواحدة الأولى أي أنه سعر العلبة، والسعر الواحدة الثانية أي أنه سعر الطرد، أما الواحدة الثالثة ما عندي تسعير لها، فماني ضايفة فما في داعي أسعارها. هلا نيجي على الواحدة الأولى، العلبة مثلا كم سعرها؟ سعرها ولنفترض 1000 ليرة سورية. ليش 1000 ليرة سورية؟ العملة الأساس أنا كنت محددها ليرة سورية، تلقائيا لاقي أنه سعر الواحدة الثانية صار 4000. مثلا أبيع العلبة ب1200، نشوف تلقائيا أنه سعر المستهلك صار 4800، مع إمكانية تغيير السعر ضمن فاتورة المشتريات أو المبيعات. بعد ما نضيف في عندنا بعض الخيارات، طبعا المادة، نوع المادة مستودعية، طبيعة المادة أولية، في حال في صورة للمادة بإمكاني أضيفها للصورة، أضغط إضاءة حفظ، موافق. نرجع لدليل المواد، إذا أعطينا تحديث نلاقي أنه تم إضافة زيت 4 لتر. شايفين أيقونة المادة مختلفة عن أيقونة المجموعات. بدي أضيف مادة تانية بالزر اليمين على زيوت 4 لتر، إضافة مثلا زيت 4 لتر صافي، الواحدة كمان علبة، الواحدة الثانية طرد، كل طرد مثلا يحوي، كل طرد يحوي 4 علب. ما ننسى نحدد انه الواحدة اللي اريد تظهر ضمن الفاتورة. تمام. نروح على الاسعار، مثلا هاد سعره 1200، سعر المستهلك 1500، حفظ. ولنفترض انا راح اضيف هلا مثلا للزيوت 8 لتر مادة جديدة، انقر بزر اليمين على زيوت 8 لتر اضافة مثلا زيت 8 لتر فرزات، الواحدة
تزيد تمين لتر تجي مثل ما ندرج عندنا انه تجي بالتنكة. بامكاني اكتب الواحدة تنكة، كمان اذا لها واحدات لها باركود نحط نعطيها الباركود. فاذا نلاحظ انه حسب طبيعة بيع المادة بامكاننا نحط الواحدة. نروح على الاسعار ونفترض سعر التنكة 8000 ليرة، مبيعة مثلا 8500. في حال بدي اضيف مجموعة جديدة مثلا ونفترض معلبات، ارجع على دليل المواد، انقر بزر اليمين، اختار اضافة، نلاحظ انه فتح لي اضافة مجموعة. ولنفترض معلبات، معلبات اضافة. يعطيكم العافية.